كان انا على المصري الجاي ما اعرفش البادي شايفه ازاي مع فارس شايفه ازاي والتحديات اللي فيه بعد ماتش قوي جدا مع بلغار وطول بتاع خمس اشهر فارس من احسن لعيبه بتاعت دلوقتي شفته في الصبح جامد جدا من واحده ومن اثنين وطبعا وصلت على الفريق انا ما عملتش حاجه بيلعب بقاله فتره كبيره حلو جدا مش كويس قوي بيكسب بطولات بيوصل فاينلز يعني ان شاء الله يكون ماتش حلو ما بيننا والنهارده في حلقه على الجماهير هنا في الكوره ان شاء الله مصطفى عايزين نسألك على بقى يعني في طبعا بتتلقى تعليقات عن طريقه الاحتفال مؤخرا يعني شفنا الموضوع ده في اكثر من بطوله فكلمنا عن واجهت بعض الانتقادات عايزين ترد عليه انا ما ببصش انتقادات كتير يعني انا لما باجي حد ينتقدني يعني بحب يبقى من صحابي من يعني بابايا مامتي لو شايفين ان هم غلط يبقى انا غلط مش شايفين انا صح فما قابلتش كده يعني منهم قبل كده بس طبعا بسمع الكلام طبعا بس يعني انا بحب اعمل حاجه وبعد كده اشوف الرد فعلها على بابايا مامتي الاول لو غلط تبقى غلط لو مش غلط يعني مبسوط جدا طبعا الاحتفالات بتكون بطريقه دراميه شويه وانا بحب كده يعني في جمهور ليا بحب كده فبنحاول نغير يعني نوت الاسكواش اللي هو بيبقى سقفه وهو موجود